ليس هذه ليس فقط البوابة ولكن هذا العمق الاستراتيجي والإخواني مجلس الوزراء وإحنا يعني حاولنا جاهدين تحت ولا شيء إلا من خلال هذه الثوابت القانون الدولي والاتفاقية. نحن دائما نسعى إلى السلام ولكن طريق السلام واضح. موضوع القدس والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية موضوع لا تنازل ولا مساومة فيه إطلاقا. ونشكر لكم وللعديد من دول العالم وقوفها معنا وتفهمها لهذا الدور التاريخي للأردن في والهاشميين في هذا الموضوع. نحن دائما نسعى إلى السلام ولكن طريق السلام واضح. طريق السلام هو من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وتعويضهم. وأعيد وأكرر أن لا مساومة ولا مشروع ولا صفقة ستحيدنا عن هذه الأولويات. ولا يمكن أن نفكر بحل اقتصادي لا كبديل ولا بمعزل عن الحل السياسي. في عهد دولة رئيس الوزراء وإخواني الوزراء جميعا وإحنا أخيرا في هذا الإطار إحنا اليوم اللجان الوزارية اجتمعت في القضايا المتعلقة بالانفكاك عن الاحتلال، سواء كان ذلك في الصحة. أوقفنا كامل التحويلات الطبية إلى إسرائيل ومشكورين أخي وزير الصحة ومدينة الحسين الطبية على أنهم فتحوا الأبواب لنا لمرضانا أنه يتلقوا العلاج الذي يستحقوه. وبناء عليه هذا خير نموذج عندما ننفك من الاحتلال، إخواننا بالأردن فتحوا الأبواب لنا في هذا الملف. وكذلك الحال في الاقتصاد والجمارك والمالية والنقل والمواصلات والزراعة وأهمها الأمر المتعلق بالطاقة. يقدر نسوي من عنا من أجل تسهيل الحركة في الأردن بالنسبة لنا كأنه استثمر في فلسطين، واللي بيستثمر في فلسطين كأنه استثمر. شاكرين لإخواني في الأمن الأردني ويتطلب التنسيق على أعلى المستويات. اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم